حاول ألا ترتدي ذات البيجامة لعدة ليال متتالية، وإلا ستتجمع البكتيريا وخلايا الجلد التي تخرج من جسمك على ملابسك، وحينها حتى لو كنت تغسل الفراش وتغيره بانتظام لن يبقى نظيفا ومنتعشا طويلا، إذ ستنقل البيجامة كل تلك الأشياء المقززة إلى ملاءات سريرك. إلى جانب ذلك، غالبا ما يتعرق الناس أثناء نومهم، فتمتص ملابس النوم كل العرق وتخلق بيئة مثالية للبكتيريا التي تعشق الأماكن المظلمة والرطبة، ولا شيء سيجعلها أكثر سعادة من إفراز روائح الكريهة وإزعاجك أثناء نومك. لهذا قد لا تشعر بالراحة عند الذهاب للنوم مرتديا ملابس النوم المليئة بالعرق، والأسوأ من ذلك قد تشعر بالحكة في كل جسمك. في ذات الوقت تساعد ملابس النوم وأغطية السرير النظيفة على الاسترخاء والشعور بالانتعاش عند الاستيقاظ. إن لم تكن تعاني من الأرق فستقضي حوالي ثلث حياتك وأنت نائم، وهناك مخلوقات تنام أكثر من غيرها. خذ مثلا الكلب الذي ينام حوالي 44% من حياته، والثعبان الذي يقضي 75% من حياته في النوم. إن وجدت نفسك تكز على فكيك بسبب الإجهاد فحاول تمرينهما لحل المشكلة. تناول حبة تفاح أو جزرة أو القليل من المكسرات لتصرف انتباهك عما يشغلك وتهدأ. اكتشف الباحثون أن الناس يرون الأحلام ذاتها بغض النظر عن البلدان والثقافات التي ينتمون إليها، وأكثر الأحلام شيوعاً هي تلك التي تشمل السقوط والمطاردة. يحلم الناس أيضاً بالطيران والوصول متأخرين وبالشعور بالبرد وعدم القدرة على الحركة. تحدث الأحلام الأوضح أثناء نوم حركة العين السريعة، وتتكرر هذه المرحلة في فترات قصيرة طوال الليل، وعادة ما يكون الفاصل بينها ساعة ونصف أو ساعتين في كل مرة. بالمناسبة، هناك نظرية تقول أنك لا تقضي ثانية واحدة بلا أحلام أثناء نومك. تستجيب بعض أنواع حركات العين أثناء فترة الأحلام مع أحداث معينة تراها في نومك، هذا يعني أن جزءاً من الحلم على الأقل يشابه مشاهدتك للأفلام. أنت ترى أحلاماً أطول في ساعات الصباح، وتستمر كل فترة من نوم حركة العين السريعة أكثر من سابقتها، وهذا أحد الأسباب التي تجعلك على الأرجح تتذكر أحلامك في نهاية الأسبوع، لأن بوسعك النوم أكثر. تبدو الأحلام واقعية بفضل الدماغ الذي تتمثل وظيفته في خلق مغامرة أو محيط معين في حلمك، وللقيام بذلك يستخدم الدماغ جميع أنواع البيانات الحسية، فيبدو ما تراه في الحلم واقعياً بشكل محير. يحتوي دماغك على أكثر من 86 مليار خلية عصبية ترتبط جميعها ببعضها بحوالي 100 تريليون رابط، وهذا أكثر بكثير من عدد النجوم في درب التبانة. لكن إن لم تصدق ذلك وقررت عد كل تلك الخلايا العصبية الموجودة في دماغك، فستحتاج إلى قرابة 3000 عام. يشعر دماغ الإنسان بالملل بسهولة، وقد كشفت إحدى الدراسات حاجته لجرعة عاطفية عالية كل 10 دقائق، هذا ضروري لإعادة ضبط انتباهك. البشر هم الثدييات الوحيدة التي يمكنها تأخير النوم طوعا وتمارس هذه العادة. يستحيل أن تستدرك ما فاتك من النوم. أظهرت دراسة أجرتها جامعة هارفارد أن محاولة تعويض النوم تؤثر سلباً على قدرتك على التركيز وتجعل ردات فعلك أبطأ. أحلامك هي مزيج معقد من خيالك وذكرياتك ومعارفك. يرى الإنسان العادي من 4 إلى 7 أحلام كل ليلة، لكن لا يستطيع الجميع تذكرها. مهما كنت مرتاحاً، حتماً ستشعر بالتعب على الأقل في وقتين مختلفين من اليوم، الثانية ظهراً والثانية صباحاً. يحدث ذلك عندما يحدث انخفاض طبيعي في مستوى اليقظة، وهو السبب في أنك ترغب بشدة في أخذ قيلولة بعد الغداء. أثناء نوم حركة العين السريعة يمكنك تمثيل الحركات في أحلامك، ولهذا يقوم الدماغ بشل العضلات مؤقتاً خلال هذه الفترة حتى لا تؤذي نفسك عن غير قصد. إذا قمت بخلط 5 ملاعق من قصب السكر وملعقتين كبيرتين من ملح البحر فستواجه مشكلات أقل في النوم. ضع القليل من هذا المزيج تحت لسانك قبل الذهاب إلى الفراش. هناك رأي مفاده أن الشخص الطبيعي يحتاج من 10 إلى 15 دقيقة حتى يغط في النوم، أما إذا كنت بحاجة إلى أقل من 5 دقائق فعلى الأرجح أنك محروم من النوم.
أشارت دراسة أجريت عام 2015 إلى أن الذين تحيط الفوضى بأسرتهم يعانون من مشاكل أكثر في النوم، وتبين أن ما تراه عند دخولك الغرفة قد يؤثر على سرعة نومك. هناك أدلة على أن مشاكل النوم لا تقتصر على البشر، وتؤثر على الحيوانات أيضاً وحتى بعض الحشرات. في هذه الحالة يزداد وزن الحيوان ويصبح أخرق الحركة، وغالباً ما يبدأ بفقدان توازنه. هذه هي ذات الأعراض التي يعاني منها المحرومون من النوم. إن لم تستطع النوم، قم بنفخ بعض فقاعات الصابون. تشبه هذه العمليات تمرين التنفس العميق، وستعمل على صرف تركيز دماغك عن أي أفكار مقلقة تراودك قبل النوم. تزعم إحدى الدراسات أنك في الأحلام ترى فقط الوجوه التي تعرفها بالفعل أو سبق أن شاهدتها على التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي. إذا كنت ترغب بالنوم ليلاً بشكل أفضل، فحاول التعرض لأكبر قدر ممكن من ضوء الشمس الطبيعي خلال النهار. سيجعلك ضوء الشمس أكثر نشاطاً خلال النهار، وسيحسن جودة نومك ليلاً. هناك خرافة تقول أن الإنسان يستخدم 10% فقط من قدراته العقلية. في الواقع، يعمل الدماغ أكثر من ذلك، حتى في أوقات الراحة أو النوم، ولكن لا تنشط جميع أجزائه طوال الوقت، بل يعمل معظمها على مهمة أو أخرى على مدار الساعة. تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام على النوم بسرعة وسهولة، كما أنها تحسن من نومك. في الوقت ذاته، إذا مارست الرياضة قبل النوم مباشرة، فمن المرجح أن تواجه مشكلة في الاستسلام له. يساعدك ارتداء الجوارب على النوم بسرعة، فعند تدفئة قدميك الباردتين تصبح الأوعية الدموية أوسع، ويدرك الدماغ أن وقت النوم قد حان. خلال 5 دقائق الأولى من الاستيقاظ تنسى 50% من أحلامك، وبعدها ب5 دقائق تنسى 90% مما رأيته ليلا. ربما يحدث ذلك لأن الدماغ يبدأ بالعمل بجد بمجرد الاستيقاظ، ولأنه لا يملك ما يكفي من الموارد للعمل خلال اليوم، وتذكر كل ما حلمت به في الليل. لتحقيق الاسترخاء في المساء، حاول أن تعتم منزلك. اختر المصابيح الخافتة أو أشعل الشموع بدلاً من إضاءة مصابيح السقف الساطعة. لا تقتصر فائدة الضوء غير المباشر على خلق بيئة مريحة فحسب، إذ من النافع أنه لا يعبث بدورة النوم واليقظة الطبيعية للجسم. نرى الكثير من الأحلام الغريبة نوعاً ما، ولا تحاول إنكار ذلك. يحدث هذا لأن الجزء المسؤول عن التفكير المنطقي في الدماغ يتوقف عن العمل عندما تحلم. لا تتجاوز قوة صوت شخير الإنسان في المتوسط 60 ديسيبل، وهذا الصوت بعلوه في محادثة عادية، لكن يمكن لمستوى الصوت أن يصل إلى 80 ديسيبل، وهو ما يعادل علو صوت الخلاط. تتكون الأحلام من صور، أي أن معظم أحلامك بصرية مع القليل من المؤثرات الصوتية وبعض الحركة. لا يتشكل دماغ الإنسان بالكامل حتى بلوغ 25 من العمر، والغريب فعلا أن التطور يبدأ من الخلف ثم يتقدم نحو الأمام. لذلك فإن الفصوص الأمامية للدماغ والمسؤولة عن التفكير والتخطيط هي آخر من ينضج. إن كنت لا تستطيع النوم مهما حاولت، فابدأ باستذكار يومك بشكل عكسي. فكر فيما تناولته على العشاء، ثم كيف وصلت إلى المنزل من العمل، ثم تذكر ما حدث في المكتب وكيف أمضيت فترة الظهيرة. عادة ما تكون محاولة تذكر أدق التفاصيل مملة بما يكفي لجعلك تغط في النوم. يزعم بعض خبراء النوم وجود رابط مباشر بين شخصيتك ووضعية نومك المفضلة. فمثلا، يميل الذين يفضلون الاستلقاء على البطن مع وضع أيديهم بجانب الوسادة ورأسهم جانبا إلى مزايا الجرأة والصراحة، كما أنهم لا يتقبلون النقد جيدا. أما من ينام على جانبه مع ثني ركبتيه نحو صدره، يغلب أن يكون شخصا حساسا وخجولا بعض الشيء. أولئك الذين ينامون على ظهورهم في وضعية نجم البحر هم أشخاص كريمون ومستعدون دائما لتقديم المساعدة. كما ويؤكد خبراء النوم أن الأشخاص الذين يشمون رائحة اللافندر قبل الذهاب إلى الفراش أو يضعون اللافندر بالقرب منهم ليلا يواجهون مشاكل أقل في النوم. استخدام الشمع المعطر يحقق النتائج ذاتها أيضا. قد يبدو هذا غير منطقي، ولكن غمر وجهك في وعاء من الماء المثلج يساعدك على النوم بسرعة. ستشعر بصدمة في البداية تجعلك أكثر يقظة، ولكنها سرعان ما ستعيد ضبط جهازك العصبي، ويؤدي التعرض للماء البارد كذلك إلى ردة فعل تخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، فتسترخي وتهدأ تحضيرا للنوم.